طيب احنا بما اننا كمان يعني ذكرنا حياة كريمة، احنا هنستقبل دلوقتي اتصال هاتفي من الاستاذ مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير. اهلا بيك يا استاذ مصطفى، ضيف عزيز علينا دايما. الو، الاستاذ مصطفى زمزم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. صباحك صباح الورد. واحنا عايزين نعرف بقى اخر الاستعدادات، يعني انتم من اللي مشاركين في حياه كريمه بشكل كبير، اخر الاستعدادات لعمل مبادره حياه كريمه ايه؟ خليني في البدايه اشكر حضرتك طبعا ان احنا بيبقى في فرصه نشرح لكل الشعب المصري الجهود الكبيره اللي بتحصل على الارض يوميا في 51 مركز واكثر من 1500 قريه وتابع ونجع. والحقيقه في تكاتف من كل اجهزه الدوله وكل الوزارات والمجتمع المدني وايضا القطاع الخاص، لان ده الحقيقه بيبين قد ايه ان كل طوائف المجتمع المصري مشاركه وايضا اهالي القرى المستهدفه اللي بيتم العمل فيها بيشتغلوا يمكن جنبا لجنب مع كل اجهزه الدوله والشباب المتطوعين اللي اشتركوا في مؤسسه حياه كريمه واللي بيقدموا يمكن بشكل يومي، يعني اللي يمكن وصلوا لاكثر من 20,000 شاب متطوع في اكثر من الوقت يمكن مش كبير اسبوعين ثلاثه، وبيتم اليوم دلوقتي اعداد بعض الدورات التدريبيه بالتعاون مع الاكاديميه الوطنيه لتاهيل وتدريب الشباب، وفي برامج اجتماعيه وبرامج حمايه وتدخل اقتصادي واجتماعي تمكين اقتصادي واجتماعي من وزاره التضامن والجامعات الاهليه اللي يمكن احنا جزء منها، في 23 جمعيه اهليه بيشتغلوا مع وزاره التضامن الاجتماعي في هذا المشروع. هيتم تدخلات من وزاره التنميه المحليه والاسكان وكل ما هي مشروعات بنيه اساسيه تحتيه بيقوم عليه الهيئه الهندسيه ووزاره الاسكان وبالتعاون مع المحليات ووزاره التنميه المحليه والساده المحافظين، من صرف صحي، من شبكات مياه، من خطوط كهرباء، من تبطين الترع، من الامور الخاصه بكل ما يخص المباني الخدميه زي الوحده الصحيه، البيطريه، مكتب البريد، مكاتب التضامن، مراكز الشباب وتطويرها او رفع كفائتها، كل ما يخص تدخل بسكن كريم او اعاده رفع كفاءه المنازل المهدمه او الفقيره بيدخل عليها المجتمع المدني مع الوزارات المعنيه الاخرى. ولكن هنا في تدخل مباشر من الجمعيات الاهليه واحنا جزء من ده، جزء اصيل مع باشراف من معالي وزير التضامن الدكتور نبيل قباش وكل الفريق الخاص بوزاره التضامن، نبدا نشتغل على مشروعات التمكين الاقتصادي ومظله الحمايه الاجتماعيه من قوافل طبيه، من برامج تخص تحديد النسل، من برامج توعيه، من امور كلها تشتغل على مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر، وده الحقيقه اللي بيعمل التنميه الحقيقيه داخل القرى بالاضافه للمشروعات الخدميه اللي بتتم من باقي اجهزه الدوله. نعم، قانون الشهر العقاري حديث الساعه، مثير للجدل، العديد بقى لنا ايام في العديد من التوضيحات من خلال وسائل الاعلام المختلفه، لكن لا يزال المواطن المصري متحير وخصوصا من تصريحات بعض المسؤولين واللي اكدوا انه هو غير ملزم. ويمكن كمان الحكومة بتدرس دلوقتي أو بتقدم لمجلس النواب أنه يتم تأجيل هذا القانون إلى آخر السنة. إحنا عايزين برضو نوضح للمشاهدين أكتر، وإحنا بنتكلم عن هذا القانون وضرورة وجود قاعدة بيانات وربطه بمبادرة حياة كريمة، إيه العلاقة اللي ممكن تكون بتربط ما بين الاثنين؟ خليني أقول لحضرتك إحنا اشتغلنا مؤسسة صناع الخير ومؤسسة حياة كريمة في مبادرة يمكن لسه يمكن شغالين فيها حتى الآن، مبادرة تصالح حياة. تصالح حياة كنا بنشتغل في دفع قيمة المخالفات البنى أو المشاكل الخاصة بالأمر، الناس اللي مش مقننة وضعها أو بني على ممتلكات الدولة، وده الحقيقة شفنا فيه مشاكل كتير جدا مع الأسر الغير قادرة، وكان السيد الرئيس وجه لمؤسسة حياة كريمة إن يتم الدفع 150 مليون جنيه للأسر الغير قادرة. طيب ليه ايه الربط هنا؟ اولا انا بذكر مبادره تصالح حياه، لما النهارده بنتكلم على قانون شهر العقاري او التسجيل فحضرتك بتحمي الممتلكات بتاعتكم، بنقدر كمان احنا ما ندخلش في مشاكل اجتماعيه اخرى، ان احنا عندنا 95% من الثروه العقاريه في مصر مش مسجله، وده الحقيقه امر بيستدعي على كل اجهزه الدوله وكل اللي بيشتغل المعنيين في مبادره حياه كريمه ان احنا نبدا نشوف تقنين
الاوضاع بتاعه الاهالي وكل الناس اللي يمكن بتشتغل في هذا المشروع بشكل مخطط وبشكل علمي. طبعا ممكن الناس تختلف طبعا، وانا عارف ان ده بيثير مشاكل كتير جدا على فكره الرسوم او القيمه بتاعتها، ده مش الغرض الرئيسي من الموضوع، ولكن الاهم ان احنا يكون في تسهيل. ويمكن زي ما انا سمعت بالامس من دوله رئيس مجلس الوزراء ان هيتم دراسه ان يكون في الشباك الواحد للتسجيل، موضوع نقابه المحامين او المحاكم، او ان انا اروح الشهر العقاري وابدا اروح اكثر من جهه يتم توحيده او يتم. لكن من ضمن التساؤلات اللي بتيجي في بال المواطن، ويمكن ده برضه هنناقشه بالتفصيل اكتر في فقره حواريه النهارده، لكن من ضمن التساؤلات اللي خلت المواطن يتوقف عندها، طب انا ذنبي ايه؟ يعني انا دلوقتي لو رحت اشتريت شقه من مالك عقار، المفروض بالفعل تكون العقار بشققه متوثق في الشهر العقاري، ده مش دوري انا، لان انا دافع اوريدي، يعني انا اوريدي ده بيبقى من ضمن حق الشقه اللي انا دافعها. او لو حد اشترى من شركه تطوير عقاري، يعني حد في كومباوند وتعامل مباشره مع شركه تطوير عقاري، المفروض بالفعل بيكون هذا التوثيق اتعمل من قبل الشركه. ليه بنرجع نحمل المواطن تاني مسؤوليه روح وثق؟ هي الحقيقه هنا الجزء اللي حضرتك اتكلمت عليه في الكومباوند او هيئه المجتمعات العمرانيه زي المدن الجديده، القاهره الجديده والشيخ زايد وبدر والشروق، كل المدن دي الحقيقه ما فيش تسجيل، يعني هم يعتبروا بيتبعوا هيئه المجتمعات العمرانيه بشكل مباشر وعقودهم موثقه ورسميه، يعني ده اللي انا يعني استشفيته من كل القرارات اللي بتطلع الفتره اللي فاتت. مشكلتنا في العقارات القديمه او الشكل اللي كان بيحصل فيه بيع بالتراضي. كان واخد بال حضرتك، يعني كان بيحصل ايه؟ ان النهارده انا ممكن اشتري الشقه بعقد صوري او باتفاق بيني وبين المالك بتاع الشقه واديله الفلوس ويا دوبك ياخد اتصال بالاستلام، او بمضي على عقد ممكن ابتدائي بوجود محامي او اي مكتب قانوني من بيتم البيع والشراء. وده الحقيقه هو المشكله الاكبر اللي هتواجه المواطنين الفتره اللي جايه. لكن في ناس باعوا واشتروا بشكل قانوني وشكل رسمي، سواء من شركات تخص القوات المسلحه او الشرطه او القضاء او هيئه المجتمعات العمرانيه، كل دي او حتى الكومباوند، كل ده مسجل وبشكل رسمي. حتى لو ما تمش التسجيل او خد العقد النهائي، فهو لما بيروح النهارده يسجل في الشهر العقاري ما عليهوش ال 2.5%. نعم. وده الحقيقه مش الناس مش يعني او اللي بدا يتكلم عن الجزئيه دي ما وضحوش بشكل مفصل. لكن احنا مشكلتنا الاكبر في اماكن المحافظات في قبلي وبحري، ده معظم الناس مش مسجله، بيبيعوا بشكل عرفي او بشكل في بينهم من بعض التراضي، ما بيحصلش اي توثيق او اي شكل قانون للعقود. يعني حضرتك طبعا وضحت بشكل كبير الرؤيه، وده هيتوضح اكتر كمان فقرتنا الحواريه النهارده، لكن خليني ارجع برضو مره تانية، امتى الناس هترى بدايات النتائج او ثمار مبادره حياه كريمه واللي بالفعل في شغل على الارض بيتعمل بقوه؟ يعني لا، خليني يا استاذ جماعه اقول لحضرتك ان نتائج حياه كريمه الحمد لله ظهرت، واحنا يمكن يوميا بيتم، ويمكن من عند حضراتكم ومن كل القنوات الحقيقه مشكورين، وسائل الاعلام عامله مجهود كبير جدا معانا. ده دورنا وواجبنا حقيقي. لا، وكمان انا عاوز اقول لحضرتك ده بيفرق جدا مع اهالينا في القرى. أكيد. وكمان احنا مش عاوزين نبقى طالعين بنعلي في سقف الطموح لدى كل مواطن في القرى المصريه. احنا بنعمل السيد الرئيس وجه بيه او السادة السياسية، انا شايف ان ده قرار تاريخي لن يتكرر كثيرا. الاهم ان احنا في 143 قرية من 370 قرية في المرحلة الاولى اللي تم العمل عليهم في العامين الماضيين، المشروعات اللي بتشتغل واللي كان بيشتغل فيها الدولة مع المجتمع المدني تم الانتهاء من 99%، ففي اثار ايجابية على الارض ظهرت. انا عاوز اقول لحضرتك احنا النهارده واحنا بنتكلم في معدات شغاله من الهيئه الهندسيه ومن وزاره الاسكان ومن التنميه المحليه ومن وزاره التضامن ومن الجامعات الاهليه، في كل قريه تم رصدها او تم الاعلان عنها ان هي في المرحله الاولى، ابحاث اجتماعيه من شباب مؤسسه حياه كريمه ودراسات ميدانيه. احنا في صناع الخير وحياه كريمه دلوقتي، بكلم حضرتك حالا دلوقتي احنا بنتكلم في محافظه الوادي الجديد في قريه جرمشون ومركز الخارجه وباريس، ده من ضمن حياه كريمه ايضا اللي هو دلوقتي الحدث اللي بيحصل دلوقتي. بالظبط يا فندم، احنا بنشتغل دلوقتي في اطار مبادره حياه كريمه لمشروع الحمايه الاجتماعيه، وهي مبادره حمايه يعني بنتحرك على القرى المستهدفه، بنوزع فيها مواد غذائيه وبطاطين. الملف الخاص بالحمايه الاجتماعيه ما ينفعش ينفصل
عن تدخلات حياه كريمه اللي هي المستقبليه او اللي بتشتغل في مهيدنا دلوقتي. فبنبدا اشتغلنا في حلايب وشلاتين، اشتغلنا على مدار الشهر اللي فات، اشتغلنا في النوبه، في سانت كاترين، النهارده بنتكلم في الوادي الجديد من امبارح والنهارده وبكره، مكملين الاسبوع. الاسبوع اللي جاي طالعين مناطق في مرسى مطروح زي سيوه وسيدي براني والسلوم، بنبدا نروح لاهالينا في المناطق الحدثيه، كمان دراسات، انشاء قواعد بيانات، توزيع بعض المواد الخاصه لشنط الحقائب الوقايه من كورونا، بنوزع عليهم كراتين، مواد غذائيه، قوافل طبيه. شغالين ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه هنكون في بني سويف والشرقيه، ففي خطط مستمره بشكل يومي. احنا يمكن الشراكه اللي بتحصل ما بين شباب صناع الخير وشباب مؤسسه حياه كريمه بتعطي كمان المصداقيه الاكبر لدور طبعا وباقي دور المؤسسه المجتمع المدني، ولكن الحقيقه ده جزء اصيل من مبادره حياه كريمه بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي، وبنحاول على قدر الامكان نبدا نبحث ونعمل دراسات ميدانيه للبيوت المستهدفه. كل جمعيه طبعا هيكون لها اكثر من مركز تشتغل عليه خلال الشهور القادمه، وهيكون في تنفيذ وتدخلات في الجزء الاجتماعي والجزء الاقتصادي والتعاون مع كافه الوزارات المعنيه. وده الدولة رئيس مجلس الوزراء بيتابعه بشكل يومي في اجتماعات اسبوعيه لكل الوزارات المسؤوله عن الملفات الخاصه بتدخلات حياه كريمه. في توطين كمان للصناعه المصريه، وده شيء مهم جدا، المقاولين المحليين اللي هيشتغلوا في هذه المبادره، خلق الفرص العمل. حضرتك بتتكلمي عن ضخ 500 مليار جنيه ل 1500 قريه او ل 4500 قريه، 30,000 تابع، فهنا دوره اقتصاديه داخل القرى المصريه وتشغيل عماله وتشغيل فئات كثيره جدا كانت مهمشه او بيخرجوا بيهاجروا من الريف للحضر، فبيخلق هنا مناطق عشوائيه جديده بنبدا نعاني منها في القاهره والاسكندريه وبعض، وده اللي كان بيحصل في الحقيقه طول الوقت في السنوات اللي فاتت. وبرضه احنا بنعذر اهالينا اللي بيضطروا يعملوا كده، لان ما كانش في ما كانش في يعني بيئه ادميه يقدروا يعني تشجعهم على الاستقرار. كلام حضرتك مظبوط، وده الحقيقه اللي كمان السيد الرئيس كان اخذ فيه قرار، وانا بقول ده يعني الحكمه والقوه في القرار هنا، ان انا النهارده اقدر امنع من المنبع فكره تصدير او خروج الاهالي من الريف والى الاماكن هنا العشوائيه او الحضر بالتحديد في عواصم المدن، ونخلق مناطق عشوائيه بنعاني منها بشكل كبير جدا في بعض الجرائم وبعض الامراض والمشاكل الاجتماعيه الكبيره ويتم نقل المناطق دي بعد فتره زي حي الاسمرات او غيط العنب او اهالينا او كل المدن الجديده. طيب ما انا بدفع مليارات في هذه الاماكن وابدا اقنن وضعهم بشكل ثاني، وهو لا يمتلك وباني على اراضي الدوله. ده حتى ما شفنا مشكله كبيره جدا بتقابل الدوله المصريه زي منطقه الكيلو 4 ونص او قدره الهجانه، خلاص هم الاهالي اقاموا في هذه الاماكن. ولكن لا، وفي الحقيقه هو فعلا يعني الموضوع شائك جدا، ويعني يحتاج حلقات وحلقات ان احنا نتكلم فيها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح المفصل من استاذ مصطفى زمزم رئيس مؤسسه صناع الخير، وتحيه طبعا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه في الحقيقه هو قدر ان هو يعني يقتحم ملفات شائكه جدا وملفات في الحقيقه في منتهى الخطوره، ملفات ملغمه. لما بنيجي نتكلم على عشوائيات ولما نيجي نتكلم على ملف الصحه ملف التعليم، قدر ان هو يعني حقق انه يكون في تناغم وسيمفونيه وتعاون ما بين جميع المؤسسات المعنيه سواء قطاع خاص او قطاع حكومي. يمكن كنا طول الوقت بنعاني من اسلوب الجزر المنعزله، وده كان بيعطل الشغل، كان بيهدر المال العام، وكمان اللي ساعد اكتر اهتمامه بالتحول الرقمي بتدخل التكنولوجيا باسرع وقت في كل المؤسسات. ان شاء الله مصر دائما الى الامام.